السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا اليوم هو The Accessory glands of the GIT، يعني الغدد الملحقة والقناة الهضمية. احنا مثل ما تعرفون بالمحاضرة السابقة بالفيديو السابق تناولنا القناة الهضمية ابتداء من الـ Oral Cavity أو الماوث، الفم والبلعوم، بعدين المريء وإلى آخره، وصولا إلى اللارج انتستين. أكو عندنا مجموعة من الغدد الملحقة ويا القناة الهضمية، هذه وظيفتها هي إفراز مواد كيميائية تساعد على هضم الطعام. هاي بصورة مختصرة. ابتداء نحن عندنا بالفم أكو عندنا مجموعة من الغدد اللي هي الغدد اللعابية اللي يصيحولها submandibular gland، هذه واحدة من عندهن. submandibular يعني معناها الغدة تحت الفكية، mandible يعني معناها الفك الأسفل، submandibular الغدة تحت الفكية. طبعا هي موجودة، هاي تكون هذا قدامكم التكس الموجود انه paired irregular in shape about the size of walnut، يعني زوج هي من الغدد موجودة، حجمها يعني مختلف، تقريبا حجمها بقد حجم الوالنت. والنت يعني الجوز. زين، تتكون من مقطعين او جزئين بالحقيقة، large superficial part and small deep part، يعني بيها جزئين. هذا الجزء هذا الداخلي هنا المقطع اللي نشوفه، هذا الفك اوكي مقسوم بالنص، نشوف هذا داخل الفم، وهذا اللي لي جوه خارج العنق، يعني هنا العنق. فعندنا large superficial part و small deep part اوكي. طبعا واحد متصل ويا اللاغ، يعني هاي الجزئين واحد متصلات ويا اللاغ ورا حافة المايلوهايويد مصل، هاي العضلة اللي تشكل لك ارضية الفم. مايلوهايويد مصل ارضية الفم او الاورال دايفرام يصيحوا له اوكي. ده الاثنين متصلات هنا في هذا المكان، هذا السوبرفيشال بارت. طبعا الغدة تحت الفكية ممكن واحد ايضا يشوفها، ممكن واحد يتلمسها، في حال ممكن تلتهب ويصير بها ألم، واحد من يتلمس المكان يصير عنده فد ألم أثناء الفحص مثلا. مكانها وين موجودة؟ بالدايجاستريك تراينجل، هذا المكان اللي جوا الفك يصبح على الدايجاستريك تراينجل. هاي حقيقة تقسيمات للمثلثات اللي موجودة بالعنق. أكو عندنا anterior posterior triangle، anterior triangle ينقسم إلى أربع مثلثات، واحد منهم اسم الدايجاستريك اللي هو هذا صاير بهذا المكان. طبعا هذا الفك، نرجع مرة ثانية، هذا هو الفك، هاي جهة أندابا على الجهة اليمنى، طبعا هاي الأذن اليمنى وهذا العنق. هنا أنا موجودة عندي السوبرفيشال بارت أوف سبانديبيلار جلاند، بيها مجموعة من السطوح، هذا الانفيرير سيرفيس، ميديال سيرفيس، لاترال سيرفيس. احنا ما راح ندوخكم بهاي الديتيلز، هواي بيها تفاصيل وريليشن مهمة، لأنه هنا عندنا مثل ما نشوف، خلي يطلع الكرسر هذا هنا، هاي هي الدكت اوف ذا سبمانديبولار جلاند اوكي. هذا هنا عندي نيرف اللي يفوت، اللي هو اللينجوال نيرف، يفوت قريب من الدكت مالتها، لها ريليشن ويا اعصاب مهمه وشرايين مهمه بالحقيقه، يعني اللينجوال ارتري هنا، عندي الهايبوغلوسال نيرف هنا، وهكذا. الدي بارت هذا هو الجزء العميق من الجلاند، يمتد الى الامام وصاير فوق، طبعا فوق المايلوهايويد مصل، بين المايلوهايويد والهايوغلوسس مصل، هناك عندنا عضلات اخرى والستايلوغلوسس مصل. الدكت قناة اللي تاخذ افرازات هذه الغدة اللي هي اسمها وارتون جلاند، يعني هاي طبعا حوالي 5 cm، تجينا هي بالحقيقة من السوبرفيشال بارت، وبعدين تخترق الديب بارت لحد ما تطلع، يعني تمشي يعني في أرضية الفم لحد ما تفتح، وين تفتح؟ بمنطقة هنا أسفل اللسان، أكو نتوء صغير اسمه سبلينجوال فابيلا أوكي، بجانب يعني هسه واحد ذا ممكن يفتح حلقة ويشوف، يرفع لسانه لي فوق، أكو بنص أسفل اللسان بالفيرر سيرفيس أوف دي تانج، أكو عندك فولد، هاي يسحولها فرينيولام أوف دي تانج، فولد موجودة.
بصف هاي البرينيولوم على الأرضية مات الفم أكو عندي بروزات صغيرة اسمها سبلينجوال فاتلة موجودة هنا فتحات الدات. طبعا هي هذه الجلاند بلاد سبلاي مالتها عن طريق الفيشل ارتري واللينجوال ارتري، كذلك الفينز نفس التسميات، الليمفاتيك درينج هي اصلا اكو سب مانديبولار ليمف نود موجوده تروح بعدين للجيجلو او موهايد بعدين للديب سيرفايكال. نيرف سبلاي هو عن طريق السمباثيتك وباراسمباثيتك نيرفز، والسنسري عن طريق اللينجوال نيرف. الجلاند الاخرى اللي موجوده ذني سليفري جلاند، وظيفتهن افراز السلايفة بالفم لعمليه المضغ. السبلينجوال جلاند اصغر من السابقه، موجوده ايضا هي زوج داخل الفم، طبعا هذا موجوده هاي داخل الفم تحت بنيت دي اورال ميوكوزا، ولها تماس مباشر ويا العظم عظم الفك، لذلك راح نلقى اثر بالعظم اللي هو اسمه سبلينجوال فوسا. زين تقريبا شكلها وحجمها بقد حجم اللوزه، يعني في كانت بقد الجوزه، هاي بقد اللوزه. اكسكريتوري داكتس او السبمانديبولار او سبلينجوال جلاند، طبعا هذه بها مجموعه، هي هاي الجلاند بها مجموعه من القنوات في الحقيقه، تفرز تقريبا بصف فتحه قناه السبمانديبولار جلاند. اوكي، واحيانا قسم من القنيات يروح عن يفتحن بنفس الجلاند هذه نفس هاي القناه ويفتحن بالاورال كافيتي. هنا طبعا نشوف هنا هذه المايلوهايويد مصل مفتوحه، يعني لو ما كانت مفتوحه ما اقدر اشوف السبلينجوال جلاند، هاي سبلينجوال جلاند، هذه اللي اشوفها هنا هي السب مانديبولار جلاند، هذا هو الجزء الخارجي من عندها وهذا هو الجزء الداخلي من عندها، هنا فاتحها هاي العضله، لذلك دا اشوف تجويف الفم، هذا تجويف الفم. اوكي، هاي نفس الصوره قبل قليل مرت علينا. بلاد سبلاي اوف ذا سبلينجوال جلاند عن طريق هو اللينجوال ارتري والفيشل ارتري عن طريق هاي الفروع، الفينز نفس الحكي، النيرف كذلك تقريبا متشابه، تقريبا اللينجوال نيرف يزود السنسري، في حين الباراسمبثيتك عن طريق الكورد تيمباني، هذا برانش من الفيشل نيرف. طبعا اكو عندنا اذر سليفر جلاند اللي هي الباروتيد جلاند، لارج جلاند موجوده في جانبي الراس، ايضا تفتح للاورال كافيتي، بس عاده تنوخ الباروتيد جلاند ويا منطقه اخرى اللي هي سحر التمبرال فوسا عند انفرا تمبرال فوسا اوف ذا هيد، تندرس وياها لان هي هناك الريليشنز مالتها مهمه. الجلاند الاخرى المهمه اللي ملحقه بالجهاز الهضمي اللي هي الليفر. الليفر هي اكبر انترنال اورجان موجود بالجسم، اكبر جلاند موجوده بالجسم هو الليفر، وزنه يعني كيلو ونص تقريبا، ويستلم حوالي 1500 مل بير مينيت، يعني 3 بطاله دم بالدقيقه تجي للليفر وتطلع من الليفر، يعني حجم او كميه الدم الواصله للعضو هي انديكيشن على اهميه هذا العضو بالحقيقه. زين الليفر وين موجود؟ الكبد وين موجود؟ موجود في اعلى تجويف البطن في منطقه يصيحوا لها الرايت هايبوكوندريوم، هذه هاي الرايت هايبوكوندريوم، هاي الاجزاء التسعه مالت البطن، المناطق التسعه راح اعدل لكم اياها، رايت هايبوكوندريوم وهذا left hypochondrium. hypochondrium معناها ما تحت الأضلاع right و left. هنا epigastric region بالنص، ننزل جوه هذه lumbar region right و left، وبالنص umbilical region باعتبار هنا كل umbilicus موجودة، جوه ننزل هاي اللي صار ستة، ننزل جوه right iliac fossa و left iliac fossa، وهذه اللي بقت بالنص اسمها اما هايبوغاستريك ريجن او يصيحوا لها سوبرا بيوبيك ريجن، هذني تسع مناطق بالبطن عاده اللي هنا ينوصفن، يعني الالم اللي هنا شنو الالم اللي هنا، يقول له مثلا رايت اليك فوسا بين، ليفت اليك فوسا بين، رايت لمبر بين، وهكذا. زين الليفر وين موجود؟ بالرايت هايبوكوندريوم بالابيغاستريك ويوصل للليفت هايبوكوندريوم. اوكي، يفصله
عن الثوراكس طبعا اندر كفر اوف ذا ريبس، تشوفون انه مغطى بالاضلاع. يعني الاضلاع بالحقيقه هي مو بحجم التجويف الصدري، لا، الاضلاع القفص الصدري اكبر من التجويف الصدري. اكبر من التجويف. هذه هي الصوره، هذه سحله توبوغرافي. عندها اشوف اني هذا الجسم وشون مكان الليبر بهذا الجسم. هنا تشوفون هاي الظل، المنطقة المظللة أو الشبحية هنا، هاي during inspiration and expiration، خلال التنفس ليتحرك الليفر يصعد وينزل. الليفر بي سطوح، سطح هذا الدايفراماتيك سيرفيس اللي هو يكون بتماس مع الدايفرام، والسطح الآخر اللي هو هذا اللي من الداخل اللي اسمه الفيزرال سيرفيس. أوكي، يعني الدايفراماتيك سيرفيس هذا واللي صاير من جوا، اذا اشوف اقلب الليفر كانما اشوفه، هذا الدايفرام، هذا الفيزرال سيرفيس. ذاك السطح شفتوه انه كان تقريبا نوعا ما املس لانه الدايفرام املس، في حين هذا السطح الفيزرال اللي هو يقابل الاعضاء الداخليه يكون ب طبعات لهذه الاعضاء، يعني طبعه الليفر، طبعه الكدني مثلا، او امبريشن احنا نصيح له، رينال امبريشن، gastric impression, colic impression, etc. هذني كلهن آثار الأعضاء القريبة من الليفر. يقسمون الليفر إلى حسب التشريح تشريحيا إلى أربع فصوص، four lobes، اللي هو right و left. هذا right، كبير right والصغير left، وهنا عندي caudate lobe and quadrate lobes. هذني الاثنين، هاي ذن الاثنين بالإضافة للكبار، ذن الاثنين يصير four lobes. اوكي. لكن هذا من ناحيه تشريحيه، الفاصل بين الليفت والرايت لوب هو وجود هذا الفالسيفورم ليجمنت، هذا اسمه الفالسيفورم ليجمنت، وهذا اللي موجود هنا اسمه ليجمنتم ثريز. يقسم الليفر حسب الفانكشن مالته ووظيفته، يعني وظيفته وحسب البلس سبلاي مالته، الى سيكتورز، وهاي السيكتورز اقسام او مقاطع، وهذه تقسم الى 8 سيجمنت. يعني الليفر بصوره رئيسيه حسب الوظيفه مو حسب التشريحيا، هنا فانكشنال يقسموه الى 8 سيكتور سيجمنت سوري. هاي السيجمنت مقسمه او مرقمه بارقام رومانيه، هاي الواحد واثنين وهكذا، يعني واحد واثنين وثلاثه. رقم واحد هو الكودت لوب، الكودت لوب، وين الكودت لوب؟ نرجع بالصورة، هذا هو الكودت لوب. اوكي، رقم واحد، فرقم اثنين هنا صاير، رقم ثلاثة هنا، رقم اربعة هنا، رقم خمسة، رقم ستة، رقم سبعة، رقم ثمانية. بهذا الشكل افتر عكس عقرب الساعة واعرف الارقام. هسه نشوف هنا، هنا عندكم تلقوها هنا سيجمنت 1 ما ظاهر لانه صار الى الداخل، سيجمنت 2 هذا ليفت لاترال سيكتور، سيجمنت 3 هذا اللي هو وين الكرسر، هذا سيجمنت 3 اللي هو لاترال لاترال بارت اوف ليفت ميديال، سيجمنت 4 اللي هو ميديال بارت اوف ليفت ميديال سيكتور، سيجمنت 5 اللي هو lower part of the anterior right anterior sector، سيجمنت 6 اللي هو lower part of right posterior sector، سيجمنت 7 اللي هو the upper part of right posterior sector، سيجمنت 8 اللي هو the upper part of right anterior sector. الليمفاتيك درينج اوف ذا ليفر عن طريق الليمف نود موجوده بالبورتا هيباتيس، وكذلك عن طريق منطقه اللي هي سحولها البير اريا، البير اريا اللي هي المنطقه العاريه، هذه هذه المنطقه العاريه. شنو يعني عاريه؟ ما بيها بيريتونيوم، غير مغطاه بغشاء البيريتون، هاي المنطقه ما بيها بيريتون، في حين هذا المكان اللي تشوفوه الاملس نوعا ما الناصع اللامع، هذا مغطى بالبيريتون طبعا، هذا من الفيزرال سيرفيس والدايفراماتيك سيرفيس، في حين هنا
ما مغطى بالبريتون. اكو هوليمفاتيك تعبر منها تروح لي وين؟ للثوراسيك ريجن، وهاي مشكله في انتقال الاوراق. البيلياري داكت اند جول بلادر، البايل يفرز، البايل عن الصفراء مالت الصفراء تفرز من الليفر من الهيباتوسايد، تتجمع بقنيات كاناليكولي. هذه هاي الكاناليكولي راح تتحد وحده ويا اللوخ تسوي لك قنوات، القنوات تفتح اخر شيء وين؟ بالرايت اند ليفت هيباتيك داكت. الرايت اند ليفت هيباتيك داكت منين تطلع؟ راح تطلع ذني يطلع عن وين؟ من البورتا هيباتيس. من يطلع عن هنا شي يسوون؟ هذه اسمها كمان هيباتيك داكت. اوكي، الكمان هيباتيك داكت راح تلتقي ويا من؟ ويا السيستيك داكت. هذه السيستيك داكت اللي هي قناة الصفراء اللي جاية من كيس الصفراء. ورا ما تحدن دنش راح يسوي؟ راح يسوي لي البايل داكت، او يصيحوا لها الكمان بايل داكت. اوكي، هاي اللي راح تنزل لي وين؟ تنزل الى الاثنى عشري بالجزء الثاني من الاثنى عشري، تفتح هناك بجدار الاثنى عشري في مكان يسمى الميجر دودينال بابيلا. طبعا ورا ما شنو؟ ورا ما تلتقي ب قناة البنكرياس. هذه هي قناة البنكرياس. اوكي، قناة البنكرياس احيانا تلتقي ويا الكمان بايل داكت، واحيانا ما تلتقي وياها، وانما يفوتن اثنين سوية الى هاي الفتحة. اذا التقت راح تسوي لك هيباتو بنكرياتيك امبولة، هذه او يسمح لها امبولة او باتر، اللي فتحا وين قلنا؟ بالميجر دودينال بابيلا. زين، كيس الصفراء او المرارة شن هي؟ هو بالحقيقة كيس كومتري الشكل، موجود هنا حوالي 10 cm طوله، موجود بالفيزرال سيرفيس اوف ذا ليفر. يتكون من اجزاء، اجزاء اللي هي الفندس، هذه فندس، والبودي، والنيك. وراها راح تجينا السيستيك داكت. السيستيك داكت تفتح وين قلنا؟ او تلتقي ويا من؟ ويا الكومن هيباتيك داكت. هذا المثلث اللي اسمه الكالوت تراينجل، اللي هو بي سيستيك داكت والكمان هيباتيك داكت، وهنا ليفر تشيو بنصش، القى بنص هذا المثلث القى الهيباتيك او السيستيك ارتري. سوري، السيستيك ارتري هو هذا جزء مهم اثناء عمليه رفع المراره، لازم يدورون عليه، يعني الجراح يدور على ارتري ويعقده قبل ما يقص المراره. فوين يلقى السيستيك ارتري؟ يلقاه بالكالوت تراينجل عاده. الليمفيدرينج اوف ذا جول بلادر هو نفس تقريبا نفس سوية اللي بحالة حال الليفر، يروح للهيباتيك ليمف نودز اللي صار بالبورتا هيباتيس، وهكذا نيرف سبلاي تو ذا جول بلادر يجينا من طريق السيليك نيرف فلكسس عن طريق السيستيك ارتري. عادة بالبطن السمباثيتك انرفيشن تجي تمشي ويا من؟ تمشي ويا الفيزلز، ويا الارتري، مو بس بالبطن طبعا، حتى بباقي انحاء الجسم تمشي السمباثيك ويا الشرايين. فالشريان من يجي شايل ويا على الجدار مالته الياه عصبيه وديه سمباثيك. الباراسمباثيك من تجينا؟ تجينا من الفيجاس نيرف. طبعا عاده بالبطن، ايضا نقطه اخرى بالبطن، الاعصاب اللي تحمل الالم هي تكون السمباثيك بصورة عامة، بصورة رئيسية. اوكي، زين، بالنسبة للبنكرياس غدة اخرى ملحقة بالجهاز الهضمي اللي هي غدة البنكرياس نفسها، اسمها باللغة العربي هي اسمها بنكرياس، يمكن ترجموها المعتكلة، هيك بتصير اسم غريب يعني، العتكلة مثل المعتكلة. المهم البنكرياس وين صاير؟ صاير ما خلف البريتون، retroperitoneal organ، صاير وين؟ لازق بجدار البطن الخلفي بالposterior abdominal wall. غدة شكلها مثل الكوما شيب او مثل الجي شيب، بيها رأس الى اليمين وذيل الى اليسار عادة. هذا الرأس اللي الى اليمين وين قاعد؟ قاعد بنص الحرف السي مالت الدودينام. الدودينام شكله مثل حرف سي، هذا الرأس قاعد بنص هذا الحرف. اوكي،
طبعا باي ذا واي الدودينم هم ماتين ريتروبيريتونيال ستراكشر هم خارج البيريتون او خلف البيريتون. اوكي زين هذا هو البنكرياس. كنا يتكون من راس طبعا بهيد وكونيك وهذا البودي وهذا التيل. التيل وين يوصل بعدين؟ هنا عندي السبلين عندي الطحال قاعد هنا أنا. فبالتالي البنكرياس إلى علاقة ويا من؟ ويا الدودينم ويا الكدني ويا السبلين. أوكي هذا هو البنكرياس. أكو بروز صاير من الرأس من رأس البنكرياس اسمه الأنسيناتو بروسيس. هنا أنا موجود عندي الأنسيناتو بروسيس صاير كجزء بارز او ملحق بالهيد متصل بالهيد وصاير يصير خلف هاي البزلز. هذا البزل شنو هو؟ هذا البورتال فين طبعا هذا السوبيريور ميزنتريك فين وهذا السوبيريور ميزنتريك ارتري صاير هو خلف. انا دا اشوف هذا من الخلف بارها بالعكس. اوكي هنا دا نشوف البايل داكت تجي من الليفر تنزل وراء الجزء الاول من الدودينام تفوت بنص البنكرياس. بمعنى انه اذا تصير مرات مشاكل بهذا المكان ممكن حتى تسد لك البايل داكت وتعطيك اعراض شنو انسداد قناة الصفراء وابو صفار والى اخره. اوكي البنكرياس يفرغ او درين باي عن طريق مين بنكرياتيك داكت هذه الطويلة. المين بنكرياتيك داكت تيجي لهنا تنزل بعدين تروح لي وين؟ للميجور دودينال فاتلة ويا من تلتقي ويا الكومن بايل داكت. زين الانسيناتو بروسيس وجزء من الهيد درين باي منو؟ باي ماينر او اكسسري بنكرياتيك داكت. هذه هي الاكسسري بنكرياتيك داكت وين تفتح؟ باللسر دودينال او الماينر دودينال فاتلة. البنكرياس مثل ما تعرفون هو ميكست جلاند يعني بجزء يصحوا له اكسوكرين وجزء اندوكرين يعني هرمونات هم يفرز لك هرمونات هم يفرز لك انزيمات هذا كلها تساعدك وين بالهضم. عندي اكو سفنكترز اوف ذا داكت طبعا هاي القنوات من قاعد تصب هنا هذا شوفون هاي قنوات البنكرياس طبعا بيها سفنكترز. هنا هذا سفنكتر يسمى سفنكتر اوف اودي حتى يسيطر على دخول مادة البنكرياس يعني افرازات البنكرياس والصفراء الى الدودينام. اكسسري بنكرياتيك داكت هسه اللي تحدثنا عنها اللي هي تسوي درينج للانسيناتو بروسيس او البنكرياس وبارت اوف ذا هيد تصب هنا بالماينر دودينال بابيلا تفتح هنا تقريبا هاي الماينر دودينال بابيلا تكون بروكسيمال دان ذا ميجر دودينال بابيلا ان ذا سكند بارت اوف ذا دودينام. The arteries of the pancreas شرايين او الشريان اللي يزود البنكرياس هو mainly من السبلينك ارتري. سبلينك ارتري هذا واحد. اثنين عندي شريان اسمه الجاسترو دودينال ارتري هذا يجينا من السيليك ترانك وعندي ايضا بنكرياتيكو دودينال ارتري يجيني من السوبيريور ميزنتريك ارتري يزود لي دني الهي تقريبا او البنكرياس. فينس درينج عن طريق السوبيريور والسبلينك فينز سوبير ميزنتريك والسبلينك فين دني يروح لي وبعدين يروح للبورتال فين. هذا هو السوبيريور ميزنتريك فين وهذا هو السبلينك فين يرجع عن الفينس درينج. اللمف فيزلز كذلك تروح للبنكرياتيك والسبلينك نودز وبعدين يروح عن للسيلياك نوت. بالنسبة للنير سبلاي اوف ذا بنكرياس عن طريق الفيغاس نير وعن طريق هذا الفيغاس نير هو الباراسمباثيك وعن طريق الثوراسيك سبلانكنيك نير هذا السمباثيك نير طبعا. اوكي مناطق اللي يصير بها الالم عند المريض ابو المشكلة بالبنكرياس تكون بالباك هنا بالظهر وبمنتصف بالمنطقة البيغاستريك ريجين هاي المكان ايضا هاي اللي يحس بيها البين في حال حدوث التهابات بالبنكرياس مثلا او اورام بالبنكرياس اتسيترا بهذه المكانات يحس بيها الالم المريض. اوكي بالنسبة للسبلين السبلين هو
organ lymphoid organ لكن يطلق عليه يلحق ويا الجهاز الهضمي لانه البلد سبلاي مات ياخذه من البلد سبلاي مات القناة الهضمية. large encapsulated mass of lymphoid tissue موجود هنا. وين موجود السبلين؟ اسفل الدايفرام اسفل الاضلاع الى الداخل من الاضلاع من الجهة اليسار. طبعا هذا هو شكل السبلين. شكل السبلين تقريبا اوفل ان شيب. وزنه وحجمه فاريبل يعني السبلين ممكن يتغير حجمه بصوره كبيره في الحالات المرضيه. ممكن يوصل وزنه الى هنا. هو ايش قد وزنه؟ 150 جرام تقريبا ممكن يوصل وزنه الى 4 كيلوات في حالات الالتهاب. واحده منهم مثل هاي الحمى السوداء اللي يصحوا لها اللي هي موجوده بالعراق. اوكي او حالات اللوكيميا مثلا. الفانكشن اوف ذا سبلين تعرفون وظيفه السبلين احنا ماخذيها سابقا هو تنقيه هو الليمفويد تشو تنقيه برودكشن اوف ليمفوسايت اند انتيبوديز. اوكي ممكن رفعه في حالات الاصابه طبعا. ممكن حالات كسر يصير بالعظام خاصه العظام المنطقه اليسرى من الصدر تؤدي الى جرح بالسبلين يعني حوادث تصير مثلا يصير نزف قوي. مشكله انه السبلين يسلم بلاد سبلاي قوي فيصير سيفير بليدنج يرفعون السبلين ويسدون الشريان وماكو مشكله المريض ممكن يعني يعيش وراء هاي العمليه. اوكي سطوح السبلين عندي دايفراماتيك سيرفيس يكون كونفكس سموث ريليتد تو ذا ابدومينال سيرفيس اوف ذا دايفرام. له علاقه ويا من بالاضلاع من 9 الى 11 اون ذا ليفت سايد. هنا دا اشوف هذا هو السبلين هذا مقطع عرضي ترانسفير سكشن. دا اشوف هذا السبلين متصل ويا الاستومك عن طريق ليجامنت اسمه جاستروسيبتينك ليجامنت ومتصل ويا الكدني عن طريق ليجامنت اخر اسمه لاينورينال ليجامنت. طبعا هاي الليجامنت تفوت بيها شرايين يعني مو ليجامنت فارغه هذه وانما بيها شرايين بينز يعني اورده وشرايين الى اخره موجودة في هذا المكان. اوكي اللي هي احكينا عنها هسه اللاينورينال ليجامنت. لاينو معناه سبلين معناه هذا اللاينورينال ليجامنت وهذا هو الجاستروسيبتينك ليجامنت. هنا كل واحد وشنو اللي يفوت بيه. لاينورينال سيبتينك بيزلز يعني بين وارتري. الجاستروسيبتينك بين ليجامنت سوري يفوت بي شورت جاستريك ارتري ليفت جاستروفلويك ارتري اتسترا. ان ليفينج سبلين يعني بالاحياء واحد من مثلا واحد يدخل عمليه ويشوفه يفتحون بطن مريض ويشوف السبلين يكون سوفت فرايبل. شنو فرايبل؟ يعني ممكن يتهشم بسهوله من واحد بايده يلمسه وهذه ممكن يتهشم. دارك بيربل ان كلر. اختلافات التشريحيه او الولاديه هواي تصير بالسبلين طبعا. ممكن القى اكسسوري سبلين اجزاء اخرى من السبلين لانه السبلين من يتكون عند الطفل عند الجنين يتكون من اجزاء يصح على السبلينيولي اوكي او نوديول بني يتجمع سوا يصير السبلين. مرات القى جزء واحد ما لازق بيهن يصح على السبلينيولي موجود في قريب من السبلين احيانا. وضعيه البوزيشن اوف ذا سبلين قلنا هو جوه الاضلاع التاسع الى الضلع الحادي عشر من جهه اليسار واللونج اكسس مات السبلين يكون باتجاه الضلع العاشر. بلس سبلاي عن طريق السبلينيك ارتري. سبلينيك ارتري لارج تورشوس برانش اوف ذا سيليك ترانك. السيليك ترانك احنا اخذناه يمكن سابقا. السيليك ترانك هو يجينا من الابدومينال ايورتا يعطينا سبلينيك ارتري شريان كبير يعطينا الكمان هيباتيك ارتري ويعطينا الليفت جاستريك ارتري. الفينز اوف ذا سبلين راح ترجع هاي الفين تتجمع من جديد من السيجمنت لحد ما تسوي لي سبلينك فين. السبلينك فين وين يمشي؟ باللاينورينال ليجامنت. بعدين السبلينك فين يلتقي ويا من؟ يلتقي ويا السوبيريور ميزنتريك فين حتى يكون لي البورتال فين. ليمف فيزلز اوف ذا سبلين عن طريق هي البنكرياتيكو سبلينك ليمف نودز هاي موجودة نفسها تقريبا نفسها اللي ايضا تسوي درينج للبنكرياس. هاي وين تروح بعدين؟
للسبلينيك ليمف نود، سوري للسيليك ليمف نود. نير سبلاي اوف ذا سبلين عن طريق السيليك فلكسس، وعندنا باراسمبثيتيك انرفيشن عن طريق الفيجاس نيرف. ثانكس فور لسنينج.